بدأت بمدينة الجداري في الاختبارات التجريبية لشبكة المياه الداخلية ضمن مشروع الحل الجذري لمشكلة مياه مدينة الجداري والذي تجاوزت كلفته حتى الآن 1 مليار جنيه. وقال والي الولاية مرغني صالح إن مرحلة اختبار أنابيب الشبكة الداخلية يعتبر مرحلة متقدمة من مراحل المشروع الاستراتيجي والذي من شأنه إنهاء معاناة مزمنة لمواطني الجداري مع المياه. وأشار الوالي إلى أن العمل يسير بالتوازي في كل مفردات المشروع المتمثلة في محطة الضخ الرئيسية من مجمع سدي أعالي نهر عدبر وسيتيت مرورا بالخط الناقل وانتهاءا بالشبكة الداخلية والتي تعتبر المرحلة الأهم من مراحل المشروع العملاق. المرحلة يعني تتمثل في أنه احنا بدأنا مرحلة الغسيل والاختبارات بالنسبة للخطوط الناقلة الكبيرة، في نفس الوقت بنستكمل المنهولات، في نفس الوقت بنستكمل الأربع بوصة، وحنبدأ يعني قريبا في التعاقد على البي بي آر اللي به نبدأ احنا توصيل المنازل. احنا يعني نحمد الله انه احنا وصلنا يعني هذه المرحلة، ونشكر يعني حقيقة لكل الشركاء هذا الإنجاز، الأخ الرئيس بتوجيهاته ونوابه بمتابعاته. من جانبه قال عمر محمد نور وزير المالية بولاية الجداري إن كل الاعتمادات المالية لهذا المشروع متوفرة ولا توجد أي عقبات مالية، مشيدا بالدعم الشعبي والرسمي الذي قدم لهذا المشروع. التكلفة حتى الآن تجاوزت 1 مليار جنيه أو تريليون بالسابق، وأفتكر ده مشروع ضخم جدا، وهنيئا لأهل الجداري بهذا المشروع. نحن نشكر حقيقة كل الناس الساهموا في هذا المشروع، بدءا من الأخ رئيس الجمهورية الذي يشرف بصورة دورية على سير تنفيذ هذا العمل الكبير، ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والسدود.